أعلن اعتماد نظام السداسي لما تبقى من السنة الدراسية في المرحلتين الإعدادية والثانوية وحزمة أخرى من الإجراءات ضمن إصلاح المنظومة التربوية. في الذكرى الخامسة ليوم الشهيد بالقصرين، الأهالي يجددون مطالبهم بالتنمية والتشغيل وتحسين وضعية المناطق المهمشة. وكوبلر يؤكد أن تطبيق رزنامة اتفاق السلام بين الفرقاء الليبيين يتم بخطى ثابتة وتعهدات أوروبية بدعم حكومة الوفاق حال تشكلها. تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الثامنة. نبدأ نشرة بالملف التربوي. ففي ندوة صحفية مشتركة لوزارة التربية ونقابتي التعليم الثانوي والمتفقدين، أعلن اليوم عن صيغة جديدة لنظام تقييم تلاميذ الإعدادي والثانوي تتمثل في اعتماد نظام دمج الفترة المتبقية من السنة الدراسية في سداسي في انتظار اعتماد نظام السداسيات خلال السنة المقبلة. في خطوة نحو اعتماد نظام السداسيتين السنة المقبلة، أعلن خلال ندوة صحفية عن نظام جديد للامتحانات يتضمن دمج الثلاثيتين الثانية والثالثة في مرحلة تعليمية وتقييمية واحدة. مش يتم إجراء فيها زوز فروض مراقبة أو ثلاثة فروض بحسب المواد، وتنتهي بفرض نهائي. الفرض النهائي يتم في ظروف الأسبوع المغلق، معناها أسبوع مغلق هو الفرض النهائي اللي يعوض الفرض التأليفي. بالنسبة للفروض المراقبة، أحسن الأعداد في الفرض المراقبة، فروض المراقبة مش يحتسب ضرب اثنين، الفرض المراقبة الآخر يحتسب ضرب واحد، والفرض النهائي ضرب اثنين، يقسم على خمسة يلقى روحه لموين بتاعه بالنسبة لما تبقى من السنة الدراسية. الفرض النهائي يتم اختباره على ما لم يختبر فيه التلميذ في علاقة بفروض المراقبة. بالنسبة لاحتساب المعدل العام، ضرب واحد الثلاثية الأولى، ضرب اثنين ما تبقى من السنة الدراسية، سيغ تغوا يلقى لموين بتاعه. توفير 97 يوم دراسة هو أحد مكتسبات النظام الجديد للامتحانات وفق ما أعلن كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي. راعينا فيها يعني مصلحة المدرسين، حيث خففت هذه المقاربة من وطأة الإصلاح وكثافة الامتحانات، و أعطت فرصة أيضا إلى أن يكون أن يستطيع المدرسين إتمام البرامج في توقيت مريح. تكوين المديرين وإحداث مجلس بالمؤسسة التربوية يكون التلاميذ والأولياء ممثلين فيه هي بعض من إجراءات جديدة في الإصلاح التربوي أعلن عنها وزير التربية ناجي جلول. مش نلقاه في الإديال الجامعي، وهو أيضا التوجيه نحو مدارس تكوين المعلمين. ثلاثة سنوات تكوين نظري وتطبيق، مش يكون فيها لا غارونتي دو لامبلوا للناس هذو، معناها مش يخرج مش يخدم. ثم صيغة ثانية لأساتذة التعليم الثانوي والإعدادي وصيغة الماجستير إذا التطبيقي، تكوين سنتين، تكوين أكثر إذا التربية والبيداغوجيا يأهلهم أيضا باش يولوا مدرسين. كما تم خلال هذه الندوة الإعلان عن تنظيم الأسبوع الوطني لمكافحة العنف داخل المؤسسة التربوية بداية من الاثنين المقبل، ويتضمن برنامجا متنوعا يشمل بالخصوص ندوة مشتركة لكل المتدخلين في الشأن التربوي للوقوف على أبرز أسباب هذه الظاهرة والبحث في سبل معالجتها. وقد أثار اعتماد نظام السداسي لما تبقى من السنة الدراسية ردود فعل متباينة لدى التلاميذ والأولياء، ننقل لكم بعضها من خلال هذا الريبورتاج. بين من واصل دراسته بشكل عادي وبين من أضرب عن الدراسة وآخر شارك في وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية، اختلفت ردود فعل التلاميذ حول قرار إدماج الثلاثيتين الثانية والثالثة. مساعدناش ندمجوا تريمستيات على خاطر تولينا برشا دروس، نولي في عوف ما نعديهم الدوفار، زوز دوفارات وربعهم في صافي نكملوهم يوليونا برشا. لازمك تحفظ 8 ولا 9 دروس، كيفاش باش تشد أنت؟ معناها باش تشد الدرس الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ معناها برشا دروس باش يكثروا على الانسان، دونك باش يولي عليه ضغط. انا ممكن تساعدني، انا جايب معادليه وغيري مش جايب معادليه. جو يقسموها كوفيسيون 2 كوفيسيون 2 نقبلوها عاد، شنو معناتها هو يعملها كوفيسيون 3؟ معناتها تريمستر كوفيسيون 1 وتريمستر الاخر كوفيسيون 3، تولي برشا.
مساعدني اش باش تساعدنا جمنا كرهم داوها من عام الجاي مش من سنه معناها دجا لي معاينتهم سبعه كيفاش باش يرقعوا معناها جابيه تعدي كونترول في تريمستر و تريمستر الاخر تعدي سانتيز معناها واحد يرتاح بالكدا. وكما تبينت اراء التلاميذ فقد اختلفت اراء بعض الاولياء. سانسيرمون انا جو سوي كونتر بالتريمستر بالثلاثيه كيما قبل باهي نحاول السومين بلوكي قلنا اوكي باهي اما باش يدمجوا معناها الثلاثيه الاولى مع الثلاثيه الثانيه ما نعرفش علاش معناها باش هذا سيستيم سوبيريور يقرا بالسومستر. بكري ما كنا بجوج تريمستر شنو المشكل؟ شنو معناها الحاجه المضره اللي عملها؟ بالعكس هو انسان قاعد يصلح يحب يصلح نعطيه فرصه خلي يصلح على روحه. بالنسبه لي انا حكايه غالطه نورمالمون يخلوا التعليم كما هو مش هذا الكل طلبوا الحكايه دي انا واحد الناس ما طلبش الحكايه دي طلبت يقعد التعليم كما كان سيستم تريمستر بالعكس تريمستر ثاني كي يعدي فيها ويجيب معديه تخليه يعطي شحنه باش يعدي تريمستر ثالثه باش ينجح باش يمشي للسنه اللي بعدها. وبين مرحب بالنظام السداسي واخر رافض له يبقى الاصلاح التربوي قاسما مشتركا يجمع مختلف الاطراف على ضرورته. وبخصوص هذا الموضوع يحضر معنا في الاستوديو مدير عام المرحلة الابتدائية بوزارة التربية كمال الحجام. إذن سيد الحجام قرار دمج الثلاثية الثانية والثالثة أثار تشكيات المعنيين بالجانب التربوي خاصة التلاميذ والأولياء ما هو رد الوزارة؟ خلينا نقول احنا في عوض دمج ثلاثية ثانية وثلاثية ثالثة خلينا نقول انه ما تبقى من السنة الدراسية اللي احنا نعيش فيها الان تعتبر فترة كاملة هي الفترة الثانية من السنة الدراسية وان الوصول الى هذا الحل اللي وجدناه وزارة التربية مع النقابة العامة للتعليم الاساسي ونقابة العامة للمتفقدين هو فيه دراسة متمحلصة جدا وطبعا بحثنا فيها على الاولوية المطلقة اللي هي مصلحة التلميذ الفضلة. في اعتقادي انه هناك مساله لابد ان توضح. نقابه التعليم الثانوي تم تشريكها في هذا الامر؟ طبعا كانت معنا اليوم حتى في يعني الندوه الصحفيه اللي اشرف عليها السيد الوزير وكانوا اعلنوا معنا بطبيعه الحال على هذا المقترح اللي وجدناه مع بعضنا واللي هو الحل الانسب للتلاميذ وللمدرسين. خلينا نوضح مساله هامه جدا هو انه الفتره المتبقيه من السنه الدراسيه ستكون فيها اختبارات في للتلاميذ فيما سيتعلمونه خلال الفترة حتى إلى حدود شهر مارس ثم امتحانات أخرى بعد شهر مارس ستتعلق بالدروس التي سيتعلمونها بعد شهر مارس إلى شهر جوان. وطبعا هذه الفترة أو هذا الحل هو الأنسب للمدرسين باعتبار أنه يخفف عليهم وطأة إصلاحات المتكررة للامتحانات ولكن هو في صالح التلميذ باعتبار أنه يعطي أكثر وقت للتعلم ينقص من ضغط الامتحان على التلميذ ويخلي التلاميذ ينجزون مجموعة من الفروض في متسع من الوقت يمكنهم بطبيعة الحال باش يحضروا لهالامتحانات هذه. هذا لا يضر بتقييم التلاميذ يعني تأخذ فترة كبيرة في تقييم الامتحانات ربما سيضر بتقييم التلميذ. لا طبعا التلاميذ دائما سواء كان ما أنجزناه في السنة الدراسية الفارطة أو ما سننجزه في هذه السنة الدراسية التلاميذ دائما يتم تقييمهم على مجموعة الدروس اللي تلقاوها في الشهرين الآخرين يعني كل فرض يتعلق بالدروس اللي سبقته انتهى الفرض اللي عمل طبعا ندخل مرحلة تعلم جديدة والفرض القادم باش يكون على الدرسين أو على ثلاثة دروس الجديدة. نعم أيضا أعلنتم بالانطلاق في نظام السداسيتين انطلاقا من العام المقبل هل تنوون في نهاية هذه السنة تقييم هذا النظام قبل شروع في تطبيق انطلاقا من السنة القادمة؟ هو طبعا ما جاء في مخرجات الحوار الوطني حول إصلاح المنظومة التربوية ويعني أبدأ كل تقريبا المشاركين في هذا الحوار رغبتهم الكاملة في أنه يكون نظام التدريس بالسنة الدراسية القادمة إن شاء الله في إطار الإصلاح التربوي نظام سداسيتان وطبعا الوزارة ستتكون لجنة فنية في هذا الإطار طبعا دائما بالشراكة مع المجتمع المدني وبالشراكة مع الطرف الاجتماعي وسنبني مختلف التفاصيل داخل يعني في إطار يعني نظام سداسيتان. نعم لنبسط السؤال وبسرعة يعني إذا كان في نهاية هذه السنة اكتشفت أن نظام السداسية غير جيد هل ستتراجعون عنه أم أنه قرار نهائي للسنة المقبلة؟ يعني هو طبعا سيخضع إلى 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 مرحلة التقييم كما أشار إلى ذلك السيد الوزير وإن كانت بعض التفاصيل فيه في حاجة إلى المراجعة فستراجع بالأساس. ما دعني فقط كلمة نحب نتوجه إلى جميع الأولياء وإلى السادة المربين وإلى بناتي وأبنائي التلاميذ باش نقول لهم أنه ابتداء من يوم الاثنين إن شاء الله ستكون هناك حصص لمزيد توضيح هذه المسألة والوقوف على التواريخ
التاريخ الجديدة، وسيتمكنون من الوصول إلى معرفة بأن هذا التدرج الذي أوجدناه وهذه المقاربة التي أوجدناها هي في صلاحهم. نعم، مع تمنية لهم النجاح. أختم معك بسرعة سيد كمال الحجام، أنت مدير عام المرحلة الابتدائية بوزارة التربية، هناك إجراءات تهم الإصلاح التربوي في المرحلة الابتدائية، خلينا نتحدث على الأقل على الإصلاح أو على الخيار الاستراتيجي اللي أقبلت عليه وزارة التربية، هو تكوين المدرسين. فاعتمادا من السنة الدراسية القادمة إن شاء الله باش تدخل وزارة التربية في منظومة تكوين جديدة، باش تكون بطبيعة الحال لأساتذة الانتداب أساتذة المدارس الابتدائية، وأيضا لانتداب أساتذة المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، وستكون هذه المنظومة تؤهل المدرسين بإكسابهم مجموعة من الكفايات اللي باش تخول لهم إن شاء الله الانطلاق في عملهم بالجودة المطلوبة. نعم، شكرا لك مدير عام المرحلة الابتدائية بوزارة التربية كمال الحجام، كنت معنا في الاستوديو. وفي مجال التعليم العالي سيكون انطلاق السداسي الثاني من السنة الجامعية الجارية بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة منتصف الجنف الحالي، حسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ أصدرته مساء أمس عقب اجتماع المجلس العلمي للكلية المذكورة. فإن بيان المجلس العلمي للكلية الصادر يوم السادس من جنف الجاري ينص على تعليق للدروس وللامتحانات وليس غلقا للكلية، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بتنظيم امتحانات الطلبة المسجلين في الأقسام النهائية وكذلك شهادات الماجستير في أقرب الأجال وفي أحسن الظروف. أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كمال بربوش بأن قاضي التحقيق أصدر أول أمس الأربعاء بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس فرقة الأمن السياحي بسوسة، كما أذن أيضا بالاحتفاظ بخمسة أعوان آخرين من نفس الفرقة على ذمة البحث، ذلك على خلفية عملية سوسة الإرهابية التي جدت في شهر جوان الفارط. يذكر أن العملية الإرهابية التي استهدفت أحد النزول بولاية سوسة يوم 26 من جوان من السنة المنقضية أسفرت عن مقتل 39 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين. مطالب التنمية والتشغيل كانت الأبرز في إحياء ذكرى يوم الشهيد في مدينتي تالا والقصرين، فقد أكد الأهالي على أهمية التسريع في تنفيذ الوعود بتحسين وضعية المناطق المهمشة. في الثامن من جانف في 11 و2000 سقط أول شهداء تالا مروان الجملي الذي شارك في مسيرة ليلية مطالبة بحق تالا والقصرين في التنمية ومناهضة لسياسات التهميش المتعاقبة، مسيرة قوبلت بالقمع والرصاص. كان إذا كان الشهيد يتكرم بالتنمية في بلاده، بالنسبة لتالا ما تحقق فيها حد شيء، بالنسبة لأهدافها ما تحققش الثورة، وبالنسبة للتنمية ما تحققش في تالا. هو أنه جملة من استحقاقات خاصة شعار التشغيل أساسا الذي رفعته ثورة الحرية والكرامة اللي أصاب الناس بين الغبن، ما رصد إلى الجهة ثلاث أربع سنوات لم يفعل، نسبة الإنجاز لم تفوق 7%. واليوم يحيي أهالي تالا والقصرين الذكرى الخامسة لشهداء ثورة، اعتقد الجميع أنها ستحقق قفزة نوعية للجهة. المطلوب فعلا من صناع القرار أن يلتفتوا التفاتة إكرام وإجلال لهذه الولايات التي فعلا اتقدت منها شرارة الثورة. وفود رسمية وأخرى حزبية شاركت في إحياء ذكرى شهداء القصرين وتكريم عائلاتهم. إن مجموعة من المشاريع الكبيرة اللي قاعدين نفعلوا فيها، لكن المهم هنا أنه نعرف أن التنمية ما تسيرش على مدة صغيرة، تسير على مدة كبيرة كذلك. في هذا الإطار عن المخطط 2016-2020 اللي هو يعني باش يكون حامل بالفعل مجموعة كبيرة من الإنجازات اللي هي باش تحقق مش الكل بما ولكن جزء هام من طموحات الجهة. يحكم وحده وذاك علاش زاد كذلك احنا واضحين لدينا ممدودة لكل الاحزاب لكل المنظمات لكل الجمعيات باش نحكموا تونس مع بعضنا ونخدموا تونس مع بعضنا ونتعاون الناس الكل باش ينجح تونس. واضح اللي خمس سنوات بعد الثورة، خمس سنوات بعد سقوط عديد من الشهداء في تالا، الوضعية ما زالت هي التهميش، الفقر، جرح الثورة ما همش لاقين العناية اللازمة، الناس ما زالت في الحظاير ما عندهاش تنمية، ما عندهاش شغل قار، ما عندهمش كل المرافق الضرورية والخدمات الاجتماعية الضرورية. القصرين تحيي الذكرى الخامسة لشهداء الثورة، ومن جديد يذكر الأهالي بمطالب لأجلها دفع الغالي والنفيس.
نبقى في القصرين وتنضم إلينا مباشرة من هناك مراسلة الأخبار نادية رتيبي. إذن نادية، ما هي أجواء الاحتفال بيوم الشهيد بالقصرين والأنشطة المرافقة؟ نعم طيب، هو كانت فما أجواء احتفالية اليوم في ولاية القصرين، انطلقت منذ صباح اليوم أولا بمعتمدية تالا حيث تحية العلم اللي وكبها وفود كانت مثلت رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وأيضا مجلس نواب الشعب، عدد من الوجوه السياسية والحزبية على غرار حمل الهمامي وعبد الكريم الهاروني وسهام بن سدرين. كانت فما أنشطة ثقافية في معتمدية تالا أحياها منذ عشية الأمس مغني الراب الجنرال، أيضا فما عروض لصور تخص لتخليد الذاكرة، صور لشهداء الثورة وأحداث الثورة وأيضا جداريات. وفي صباح اليوم بعد تالا انتقلت هذه الوفود إلى معتمدية إلى ولاية القصرين لإحياء أيضا في إطار يوم الشهيد في ولاية القصرين اللي دفعت 20 شهيد في جانفي 11 و2000. انطلقت الأجواء أيضا بتحية العلم في ساحة الشهداء بالقصرين، ثم توقع تكريم عائلات الشهداء بالمركب الثقافي بالجهة بحضور هذه الوفود المتنوعة الاتجاهات والتوجهات. أيضا كان هناك عرض ثاني لمغني الراب الجنرال، وكانت قد سبقت هذا اليوم خلال يوم أمس ندوة فكرية حول الفعل من بعنوان من فعل الحداد إلى استحقاق الذاكرة في إطار الاحتفال بمهرجان الشهيد. كما قلنا قد وكبته مجموعة من الوجوه السياسية والحزبية والرسمية وأيضا مكونات المجتمع المدني، وقد تم التطرق إلى مطالب الجهة منذ الثورة إلى هذا اليوم والتي ما زالت تنتظر التفعيل. أيضا تمت الإشارة إلى منتدى الاجتماعي الاقتصادي العالمي الذي صنف ولاية القصرين كمنطقة ضحية ووجب التركيز على مطالبها. شكرا لك مراسلة الأخبار من القصرين نادية الرتيبي، إذن كنت معنا مباشرة من هناك. وقد أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة ليوم الشهيد بالقصرين، أكد تقديره وإجلاله لشهداء ولاية القصرين ولكل شهداء الثورة، مترحما على أرواحهم وعلى أرواح شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية وكافة شهداء الحرب على الإرهاب. كما عبر عن تقديره لهيئة يوم الشهيد بولاية القصرين ولكل مكونات المجتمع المدني في هذه الجهة، مكبرا جهودها وإسهاماتها في خدمة أهداف الثورة وفي معاضدة المجهود التنموي، مؤكدا الحرص على التشاور وشراكة مع النسيج الجمعية لكسب الرهانات المطروحة. وأضاف أن الحكومة حريصة على تكريس مبادئ التمييز الإيجابي لفائدة هذه الجهة ولفائدة كافة الجهات المهمشة، مع متابعة الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة ولاية القصرين خلال مجلس وزاري. ودعا الحبيب الصيد إلى تضافر الجهود لمعاضدة المؤسستين العسكرية والأمنية في حربها على الإرهاب. في موضوع آخر، رجة أرضية في أقل من شهر هزت منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة وبدرجات متقاربة، حيث بلغت قوتها هذه المرة 3.5 على سلم ريشتر، درجات أو رجات متتالية أثارت مخاوف متسكني المنطقة. في حدود الساعة 8:26 صباحا وللمرة الثانية في أقل من أسبوعين شهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة رجة أرضية بلغت قوتها 3.5 درجات على سلم ريشتر، رجة شعر بها متساكن بومهل البساتين والزهرة ورادس. قامت بخاوتك الجيمة، أنا حسيت بالرجة مشيت وجيت، أما خفيفة مش كما نتاعك المرة الأخرى، المرة الأخرى حسيناها بالقداء. حسيت بها فما رجة المنطقة وانا نخدم رجا شوية مش برش. مرة فات صرات على الحكاية 5:15 وخرجنا عندي جاري انا بحدا البحر، كانت اقوى من هذه لكن هذه كانت اقل حدة منها. المرة اللي فات انا كنت في القاع يعني ريتشوسي نسكن انا مع البحر بالضبط، ريتشوسي كانت اقوى. المرة هذه انا بروميير ايتاج حسيتها اقل من الداخل في اللابوراتوار وضربتين قوين ورا بعضهم، فهمت تلمون حسب شوفان فوق ولا حاجة فوق اللي فوقنا ماكلت مو قوية أقوى. خرجت البرة شنية ولقيت الناس كلها البرة، قال لك راه رجع أخرى تصير كيما المرة فاتت.
احنا كي تصير مرتين مع بعضهم من الانسان باش يخاف، خاطر هيك تشوف الطقس ما فماش شتاء في جانفي تنجم تكون البلاصه سورتو الزهره قريبه للبحر، فما انفلونس كبيره معناتها عادي راهو على الموتسيكنين. مدير الجيوفيزياء وعلم الفلك بالمعهد الوطني للرصد الجوي سمير بن عبد الله صنف هذه الرجب الخفيفه كما اكد انها لم تخلف اضرارا في العالم الكل، يعني ما يوقعش توقعات للزلازل، ولكن اللي معروف أنه النشاط الزلزالي في البلاد التونسية هو نشاط زلزالي متوسط باش نقول معناتها وضعيف، يعني ما بلادنا والحمد لله ما سجلناش رجات أرضية قوية، وإن شاء الله بقدرة الله ما نسجلوش الرجات أرضية القوية، لأنه حسب الدراسات المتوفرة كل صدع عنده أقصى قوة محتملة، واحنا بالنسبه لنا في الجمهوريه التونسيه معناتها الصدوع نتاعنا ما هوش الصدوع اللي يعطيه الرجات القويه من فئه 87. هذا واكد مدير الجيوفيزياء وعلم الفلك مشاركه المعهد الوطني للرصد الجوي في منظومه الانذار المبكر من ظاهره التسونامي مع الشروع في تجديد كامل شبكه رصد الزلازل. أدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم زيارة عمل إلى بنزرت شملت عددا من المصانع الغذائية والإلكترونية، اطلع خلالها على المشاريع المستقبلية المزمع تنفيذها بالجهة، وذلك بهدف معاينة أفاق القطاع الصناعي ومدى استعداده للمرحلة المقبلة. جملة من المشاريع المنجزة في المجالات الغذائية والصناعية اطلع عليها وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في ولاية بنزرت، كانت انطلاقتها من المؤسسة المركزية للحليب بمعتمدية أوتيك، المؤسسة التي ساهمت في استقطاب اليد العاملة وفتحت آفاقا تنموية في الجهة. ولاية بنزرت ما شاء الله معناها ولاية فيها العديد من المصنعين يخدموا في آلاف معناها من الناس، على خاطر الاستثمار هو دافع كما تعرفوا للشغل والتشغيل، ذاك علاش اللي بشرنا وشفناه حاجه باهيه، مصنع جديد الحليب تاعنا، الحليب نعرفوا اللي الحليب واليغورت يجبد العديد، يجبد الفلاحه، يجبد العديد من المكونات. بعثنا المشروع هذايا اللي كلفته قرابه 30 مليون حتى 35 مليون دينار، قاعدين نشغلوا توا في الوقت الحاضر 120 باش نوصلوا حتى ال 200 عام الجاي ان شاء الله، 200 250 طاقة الإنتاج متاعنا توصل حتى 140 ألف إيترا في اليوم. زيارة كشفت أيضا عن مشروع وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة عدد 4 ومدينة بنزرت، وهو مشروع الجسر البديل للجسر المتحرك الذي يمثل عائقا أمام تطور الحركة الاقتصادية والتجارية بالجهة. الجسر الثابت اللي هو معناها مشروع كبير، وإن شاء الله ربما اللي إذا كان تم توفير الاعتمادات اللازمة اللي أعتقد أنها تفوق 500 مليار، واكيد وانا باش يكون عنده انعكاس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وادخال ايضا حركيه معناها صناعيه وتجاريه معناها جديده في المنطقه. ولئن تعددت المشاريع الاستثماريه واختلفت بولايه بنزرت الا ان بعضها يشكو صعوبات عديده تعيق الاستثمار في الجهه. في كل مؤسسه فما بعض الاشكاليات المطروحه في على مستوى محيط مناخ الاعمال ومحيط الاستثمار، واللي من خلاله تسعى الجهة بالتنسيق مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لتذليل هذه الصعوبات وتوفير مناخ أعمال ملائم ومشجع على الانتصاب بالمنطقة. هي جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها عقب هذه الزيارة الميدانية من شأنها أن تحقق التنمية وتدفع بعجلة الاستثمار في ولاية بنزرت، خاصة في مجال الصناعات الغذائية وتهيئة البنى التحتية. وعلى هامش زيارته إلى ولاية بنزرت أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم في تصريح للأخبار أن الوزارة لم تتوصل إلى اتفاق مع بنك لازار الفرنسية فيما يتعلق بإعداد المخطط الخماسي للتنمية 16-2020، مشيرا إلى أن الوزارة ستشرع في فتح طلب عروض دولي جديدة. بنك لازار معناها ما تفهمناش على بعض معناها بعض المشاغل في العقد، بعض الفصول، وقررنا اللي ممكن ينجم يلزم عنا زادة شكون باش ينظم هالندوة الدولية، على خاطر بنك لازار ولا غيره هو بنك الأعمال يحضر وينجم يروج على المخطط ويروج على المشاريع، ولكن ما ينظمش الندوة الدولية. وذلك علاش في آخر الأمر قلنا احنا باش نعملوا ممكن أبل دوفر انترناسيونال يكون
يكون أوسع ويكون في جروب ما بين بنك أعمال ومنظم للندوة الدولية وينجم يشارك بتبيع بعض المختصين في تونس، وبهذا نكونوا نعطيه احنا حتى الفصول متاع العقد بشكاكة ما تصيرش مشاكل في آخر المطاف. قاعدة طول إدارة معنا بين رئيس الحكومة والوزارة متاعنا تدرس كيفاش نجمو نعملو هذا، وهل عندنا الوقت الكافي باش نجمو نخلطو من هنا لجوا نعملوه. عقدت لجنة مساندة المضربين عن الطعام من المفروزين أمنيا ندوة صحفية عبرت فيها عن استيائها من موقف الحكومة، مشيرة إلى أنها مستعدة لكل الأشكال النضالية من أجل الحق في العمل. عبرت لجنة مساندة المضربين عن الطعام بسبب الفرز الأمني عن استيائها مما وصفته تعنت الحكومة وعدم بتها في هذا الملف وحل مشكلة فئة يتوجب أن يكون حقها مضمونا في الشغل بعد الثورة على حد تعبير أعضاء اللجنة. العدد مش عدد معناها تعجيزي للحكومة، العدد معناها في متناول الحكومة في متناول الدولة، ما يمثلش معنا 0.01% من العاطلين على العمل في تونس، والكلفة المالية نتاعو ماهيش حاجة كبيرة، لكن الكلفة الاجتماعية نتاعو والكلفة الإنسانية نتاعو معناها كلفة كبيرة. علاش أجلوا الموعد؟ ماناش عارفين، ننتظروا في أنه يقع تمكيننا من الموعد في أقرب وقت من أجل أن نتوصلوا إلى حل ونسكروا هالملف هذايا ونخرجوا معناها من المأساة هذه للأسف في تونس اليوم، باش واحد معناها يدبر خدمة يلزم يعمل ضرب جوع. الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس وائل نوار أكد أنه في صورة عدم استجابة الحكومة للمطالب المطروحة فإن التحركات الاحتجاجية ستتواصل وقد تشهد تصعيدا على حد قوله. نحن عنا جملة من الخطوات، عنا مسيرات باش ننظموها، عنا اعتصامات باش ننظموها قدام رئاسة الحكومة وغيرها، لكن الخطوة الأهم هي التحاق 300 مفروز أمني من قائمة 700 بالإضراب عن الطعام في أقرب وقت، باش يولي الإضراب مش كان في المقر برك بل في كامل ولايات الجمهورية في مقرات المنظمتين الراعيتين للإضراب اليوم الاتحاد عام طلبة تونس واتحاد أصحاب شهادات المعطلين عن العمل. لجنة المساندة حملت من جهتها الحكومة مسؤولية تدهور صحة المضربين عن الطعام منذ 23 يوما والمطالبين بإيجاد حل نهائي لمسألة المفروزين أمنيا. قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم الاثنين المقبل بداية من الساعة 9 صباحا لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد على أن يكون التصويت على كل عضو بصفة منفردة، وذلك تطبيقا للنظام الداخلي للمجلس. منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد يأتي وسط تواصل الانقسام صلب كتلة نيدا تونس الكتلة الأكبر في مجلس نواب الشعب بعد تقديم 12 نائبا اليوم استقالتهم رسميا من الكتلة إلى مكتب الضبط بالمجلس في انتظار إعلان الاستقالة من حزب نيدا تونس خلال الساعات المقبلة، وبذلك يرتفع عدد المستقلين من كتلة النداء إلى 16 نائبا. ثم عملية متاع سطو وقعت على الحزب وعملية انحراف به على المسار متاعه اللي يتأسس من أجله. من الأساس هو انعدام النفس الديمقراطي في الحزب وقرارات تؤخذ خارج الحزب وتنفذ داخله بالتصفيق. قدمنا استقالتنا من الكتلة وسنقدم استقالتنا من الحزب إما اليوم أو الغد لنواصل مشروع نداء تونس خارج النداء الحالي. مثل الوضع العام بالبلاد والحاجة إلى مزيد تكريس الوحدة الوطنية في مواجهة الأوضاع الصعبة التي تعيشها تونس وفي مقدمتها الجانب الأمني والاقتصادي والوضع الاجتماعي موضوع لقاء رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم برئيس حزب المبادرة كمال مرجان. مرجان أكد في السياق ذاته مساندة حزبه للتمشي الوطني الذي انتهجه رئيس الجمهورية. قالت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني في أعقاب لقاء جمعها بأطراف الحوار الليبي، قالت إن الاتحاد الأوروبي سيمنح حزمة دعم تقدر بمئة مليون يورو لحكومة الوفاق الليبي. في زخم مشاورات تشكيل حكومة الوفاق الليبي تجري مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني اجتماعات مع أطراف الحوار الليبي، اجتماعات وصفتها موغيريني بالمثمرة، تناولت بالخصوص أشكال الدعم الأوروبي لليبيا بعد استكمال إرساء حكومة الوفاق. لقد أخبرت السيد سراج أن الاتحاد الأوروبي قد أعد حزمة دعم تقدر بمئة مليون يورو لحكومة الوفاق الليبي، وسيتم تخصيصها لمشاريع تحدد من قبل حكومة الوفاق بين تشكيلها. تم الحديث على تفعيل حزمة الدعم الأوروبي لليبيا حسب أولويات ليبيا،
تم الاتفاق على أساس أن الليبيون هم من يقودوا المرحلة، والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي داعمين لهذا بشكل كبير. مفوضة شؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي قالت أيضا أن لقاءها بأطراف الحوار الليبي تطرقت إلى خطر المجموعات الإرهابية وكيفية محاربتها، مضيفة أن مساعدة الاتحاد الأوروبي لليبيا ستقتصر فقط على الدعم التقني واللوجستي للقوات الليبية. لقد أخبرت السيد سراج أن الاتحاد الأوروبي قد أعد حزمة دعم تقدر ب 100 مليون يورو لحكومة الوفاق الليبي، وسيتم تخصيصها لمشاريع تحدد من قبل حكومة الوفاق إبان تشكيلها. اجتماع مفوض شؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأطراف الحوار الليبي خلص أيضا إلى أن المصالحة بين الليبيين في الداخل والخارج تعتبر الركيزة الأساسية لمواجهة خطر الإرهاب وإعادة بناء ليبيا الجديدة. في مصر، قالت مصادر أمنية أن مسلحين فتحوا النار اليوم على مدخل فندق يرتده سياح أجانب في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر. وقالت المصادر إن المهاجمين وصلوا من البحر لتنفيذ الهجوم، وأصيب سائحان أحدهما دنماركي والآخر ألماني في الهجوم على الفندق الذي يقع وسط مدينة الغردقة الساحلية، وفرضت الشرطة المصرية طوقا أمنيا حول موقع الهجوم. بعث سفير رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك بثلاث رسائل متطابقة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ورئيس الجمعية العامة، وذلك للمطالبة بوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. في ظل استمرار عمليات القتل المتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بعث السفير رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك بثلاث رسائل متطابقة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ورئيس الجمعية العامة، للمطالبة بوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. وقال منصور في رسائله إن القيادة الفلسطينية ما زالت تطالب المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتطبيق مبادئ القانون الإنساني الدولي الخاص بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. يأتي هذا في وقت لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني متواصلة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابا فلسطينيا رابعا استشهد مساء أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل جنوب الضفة الغربية. مصادر فلسطينية أشارت إلى اندلاع مواجهات عنيفة بعد خبر استشهاد الشاب الرابع، فيما تم الكشف عن هوية الشهداء الثلاثة الذين قتلتهم قوات الاحتلال في وقت سابق في مفترق واقع على طريق بيت لحم ومحافظة الخليل. جريمة في حق الشعب الفلسطيني أدانتها وزارة الخارجية الفلسطينية، وأدانت أيضا بأشد العبارات الجرائم المتواصلة للحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، واعتبرت في بيان أصدرته اليوم مجزرة الخليل تصعيدا خطيرا في الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل وأجهزتها المختلفة. وفي سوريا، حيث يواجه الألاف من السوريين في المناطق المحاصرة ظروفا إنسانية مأساوية، عبرت الأمم المتحدة اليوم عن أملها في إيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية الاثنين المقبل إلى بلدة مضايا والمناطق المحاصرة الأخرى. سكان بلدات مضايا وفوعة وكفرية الذين تقدر أعدادهم بأكثر من 70,000 شخص، والمحاصرون منذ أكثر من عام سواء من قوات الحكومة السورية أو المعارضة المسلحة، قد تكون الأيام القليلة القادمة أقل وطأة عليهم، بعد أن عبرت الأمم المتحدة اليوم عن أملها في بدء إيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية الاثنين القادم إلى بلدة مضايا والمناطق المحاصرة الأخرى، التي أفادت تقارير بحدوث وفيات فيها بسبب الجوع وسوء التغذية. وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن شاحنات المساعدات الإنسانية جاهزة للانطلاق، لكن هناك حاجة لمزيد التنسيق للتأكد من عدم استهداف هذه الشاحنات عند دخولها إلى بلدة مضايا التي تقع قرب الحدود اللبنانية. وجاء هذا الإعلان بعد اتفاق برعاية الأمم المتحدة سمحت فيه القوات التابعة للحكومة السورية بإدخال المساعدات الإنسانية إلى ثلاث من البلدات المحاصرة شمالي سوريا.
منظمة أطباء بلا حدود التي رحبت بهذا الاتفاق شددت في بيان لها على ضرورة إيصال الأدوية إلى خط الحصار الذي قالت إنه يجب أن يكون أولوية، فضلا عن السماح بالإخلاء الطبي الطارئ للمرضى إلى أماكن آمنة لتلقي العلاج. هذا ويعاني الآلاف من السوريين في المناطق المحاصرة من ظروف إنسانية مأساوية. في أخبار الرياضة، استعاد مستقبل القصرين 3 نقاط في الترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد أن قررت لجنة الاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم الطعن في قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة القاضي بهزم مستقبل القصرين جزائيا في المباراة التي فاز فيها على الملعب الجيبسي بهدف دون رد. وقررت لجنة الاستئناف النتيجة الحاصلة على الميدان وهي انتصار مستقبل القصرين بهدف دون مقابل. تم اختيار المدافع الدولي التونسي لنادي فالنسيا الإسباني أيمن عبد النور ضمن التشكيلة المثالية لأفضل لاعبي كرة القدم الإفريقية للعام الماضي، كما توج الجابوني بيير أمريكا أمبياي أوبمايونغ بلقب أفضل لاعب إفريقي، وفاز فريق مازيمبي بجائزة أفضل فريق، وأحرز الكوديفوار على لقب أفضل منتخب. يلاقي المنتخب التونسي للكرة الطائرة غدا ببرازافيل الكونغولية المنتخب المصري في الجولة الثانية لمنافسات الدورة الإفريقية المؤهلة لنهائيات الألعاب الأولمبية التي ستقام بالبرازيل الصيف المقبل. وكان المنتخب الوطني فاز في المباراة الأولى على منتخب الكونغو ب3 أشواط دون رد. حسم تعادل بنتيجة 3 أهداف مقابل 3 مباراة سنترال كوست وملبورن فيكتوري ضمن الجولة 14 لبطولة أستراليا لكرة القدم. نجح سنترال كوست في التقدم ب3 أهداف في الشوط الأول، سجلها إسكروفت وبلينغهام وأوستن، لكن ملبورن فيكتوري تمكن في الشوط الثاني من تحويل تأخره ب3 أهداف إلى تعادل بفضل 3 أهداف حققها بيريتشا في مناسبتين وأرسي تومسون. بلغت البولونية نيسكا رادفانسكا المباراة النهائية لبطولة شانسان الصينية لكرة المضرب إثر انتصارها على الألمانية أنا لينا فيرتسام بمجموعتين دون رد. ستباري رادفانسكا في الدور النهائي الأمريكية أليسون ريسكا. توفي اليوم المطرب التونسي محمد أحمد أحد رواد الإيقاعات العصرية في منتصف القرن الماضي التي تجاوب معها الشباب كثيرا منذ الخمسينات، وشهر بهذا اللون إلى اللقب بمطرب الشباب. يرحلون وتبقى أعمالهم في الذاكرة الفنية، تغنى في المناسبات ويشدو بها البعض عند الحديث عن زمن الفن الجميل أو تمريرها في الإذاعات والتلفزات. رحل محمد أحمد بعد مسيرة 55 سنة من الغناء والتلحين. رحل مطرب الشباب كما كان يلقب. رحل أحد أبرز رواد الأغنية التونسية والإيقاعات الموسيقية التي تجاوب معها الشباب في الخمسينات. محمد أحمد نجح في التلحين وأداء القصائد والموشحات والأناشيد الوطنية، حيث لحن حوالي 300 أغنية منها ما سجل وما قدم مباشرة، فضلا عن تقديمه 30 أغنية لملحنين آخرين. كما عرف الفقيد بالتجديد الفني مما جعله يلقب في الخمسينات بمطرب الشباب. تتلمذ الفقيد على يد الشيخ خميس الترنان وصالح المهدي وقدور إسرارفي وعبد الرحمن المهدي الذي علمه العزف على آلة العود والمقامات الموسيقية والموشحات والمالوف، وقد تبناه الفنان الراحل قدور إسرارفي في فرقته فرقة الخضراء، وقدمه للإذاعة ب4 أغاني من ألحانه سنة 1950 ليلتحق فيما بعد بفرقة المنار قبل أن يكون فرقته الخاصة ويبدأ التلحين لنفسه. انضم الفقيد إلى فرقة الإذاعة سنة 1957 التي ضمت آنذاك كلا من الفنانين أحمد حمزة والشادلي أنور ونعمة وصفية شامية وغيرهم. قدك يسحر يا مسمية، آه من العينين زيد تدلل على قلبي وشغلتيني يا غزالة. أسماء أعمال فنية اقترنت باسم مطرب الشباب محمد أحمد ستبقى في مدونة الموسيقى التونسية. الدنيا
الدنيا. إذن رحم الله الفقيد الفنان الكبير محمد أحمد. قدم اليوم بأحدى قاعات العاصمة الفيلم الحدث لليلى بوزيد على حلة عيني في عرض خاص بالصحفيين. الفيلم المحرز على 24 جائزة في مهرجانات دولية سيعرض للعموم بداية من 13 من جانفي في كل ولايات الجمهورية. على حلة عيني أو فيلم الجوائز كما تحلو تسميته، هو العمل الأول لليلى بوزيد والذي أحرزت به على 24 جائزة مختلفة، 5 منها في مهرجان قرطاج السينمائي في دورته الأخيرة. فيلم تونسي يحكي على فترة بن علي قبل الثورة، ما يحكيش على الثورة، يرجع على الأيامات سيف 2010 ويحكي على طاقة متاع الشباب التونسي اللي هو يعني طاقة مهمة وكانت مهمة وما هيش ممثلة بكثرة في السينما التونسية. أنا أعتقد كونه حكيت بصدق، حكيت على همومنا، حكيت على عدم القدرة على المواجهة، حكيت على الهيزيتاسيون اللي عند الشباب، حكيت على الكذب. محبوكة بتخامة حلوة برتابة، ما فماش شوت تخليك تتفرج دعاء زايد على حالة عيني. الفيلم هذا فيلم تاع شباب موجه للشباب، عملته مخرجة شابة، البطلة فيها معنى قدمت لنا نظارة في الأداء، فريشور يعني في الأداء، في الصورة، في الغنيات اللي سمعناهم، فريمون ان غران تورنو في السينما التونسية. الفيلم الذي قدم اليوم في عرض خاص بالصحفيين سيعرض للجمهور بداية من 13 من الشهر الجاري في 24 ولاية في تجربة أولى لفيلم سينمائي تونسي. 24 ولاية لكن أكثر من 24 عرض، ثم ولايات فيهم زوز ثلاثة عروض في مناطق مختلفة. على حلة عيني فيلم يدوم قرابة الساعة و40 دقيقة، قصة شابة تتحدى الضوابط المفروضة وتعيش تجربة مشوقة. الآن مشاهدينا إلى التذكير بالعناوين. أعلن اعتماد نظام السداسي لما تبقى من السنة الدراسية في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وحزمة أخرى من الإجراءات ضمن إصلاح المنظومة التربوية. في الذكرى الخامسة ليوم الشهيد بالقصرين، الأهالي يجددون مطالبهم بالتنمية والتشغيل وتحسين وضعية المناطق المهمشة. وكوبلر يؤكد أن تطبيق رزنامة اتفاق السلام بين الفرقاء الليبيين يتم بخطى ثابتة وتعهدات أوروبية بدعم حكومة الوفاق حال تشكلها. ودائما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني للتلفاز الوطنية info@tunisiatv.an. ونذكر دائما أن 127 يوما مرت على اختفاء الصحفيين سفيان شرابي ونذير الإقتاري في ليبيا. وفي الختام شكرا لطيب المتابعة، بقيت متابعة طيبة لبرامجنا، إلى اللقاء.